الدعاء. كان صحابة رضوان الله عليهم يحرصون أشد الحرص على الاستعداد لرمضان، فيتوجهون إلى الله بالدعاء 6 أشهر على أن يبلغهم رمضان، ثم 6 أشهر أخرى على أن يتقبل منهم صيامهم وطاعاتهم. ومن الأدعية المأثورة دعاء سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب الذي كان يقول: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. فعلى الواحد منا أن يتعود على طول الدعاء، وأن يحفظ الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ورمضان إخوتي فرصة لتصفية القلوب، فعلى المخطئ أن يطلب العفو والصفح من أخيه، وعلى المشاحن ومن يحمل غلا في قلبه أن يطهر قلبه فترفع أعماله إلى ربه لا تشوبها شائبة. ولعلنا لا ندرك رمضان غدا فتقبض روحنا وقلوبنا طاهرة ناصعة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.